فنان عربي إمغران، فنان مغربي. لهذا العام كملت السنة ديالي العشرين في المسيرة ديالي الفنية، من منطقة سوس بمدينة تيزنيت. أغنية أريناس جات، يعني فيديو كليب أريناس اللي بغيت نقول، جات من بعد 10 سنوات ديال الغياب على فيديو كليب بهذه الطريقة الاحترافية، من فيديو كليب الله ديمان في 2009 و2019. يعني اقتحمنا هاد العراق اللي عندنا وهاد العقد، يعني هاد العقدة اللي عندي في الفيديو كليب باش نجمع القوة ديالي ونتكونسونطرا مع هاد العمل. الحمد لله ما خيبناش، عمل كبير في المستوى. الفنان ما يقدرش دائما يدير قصص حقيقيه، والا الا ما عندوش شي حاجه حقيقيه ما غاديش يبدع. ولكن ديما كناخذوا هذه الامور من المجتمع والحياه المعيشه ديال اليوميه ديالنا. ولكن الناس كيفهموا في الفيديو كليب انه كيهضر على الخيانه، ولكن المغزى من هذا الفيديو كليب هو ان اي واحد ما ياخذش الامور يعني بالشوفه ديالو، اي حاجه شافها يصدقها، ولكن يتريت وياخذ راحته حتى يعرف الامور فين غدا. الخيانه اللي تعرضت لها هي من طرف الاصدقاء ديالي والناس اللي منحتهم الثقه. هذه يعني بالنسبه للخيانه العاطفيه، هذه اكبر خيانه، هي خيانه الاصدقاء. ماشي انا اللي اختاريت نغني بالاغنيه الامازيغيه وباللغه الامازيغيه، وانما لقيت راسي امازيغي لانني امازيغي. ولقيت راسي في الاغنيه الامازيغيه، الشيء وليت كنبدع في الاغنيه الامازيغيه لمده 20 سنه. حاليا كنتمتعوا دابا بالنجاح ديال فيديو كليب أريناس اللي اول مره دخل طوندونس المغربي كابداع امازيغي. ان شاء الله تفوت هذه الموجه دابا ديال التعريف وتسويق الاغنيه، نفكروا نديروا اغنيه شبابيه لفصل الصيف ان شاء الله. أريناس اسم فتاة، كنسميوها اسم ديال البنت في الامازيغيه، ولكن المعنى ديالها واحد النوع ديال الورود اللي كيتجملوا بها النساء الامازيغيات. واختاريني هذا الاسم لسهوله النطق ديالو وسهوله الكتابه ديالو، وهذا الاسم دائما كيعجبني. واللي وظفته في هذه الاغنيه هذه اختاريته كاسم الاغنيه. ماشي غنلقى راسي مكان، وانما راه كما قلت لك 20 سنه ديال الابداع. حنا راه الشباب تبعنا تقريبا، كاين شباب عندهم 5 ديال الاغاني ولا 4 ديال الاغاني، ما يمكنش نقارنهم بامغران اللي عندنا دابا 35 البوم من الكلمات واللحن ديالي و10 ديال اللي زربوا من الاغاني الخالده. وانما حنا الحمد لله غير كنزيدوا لك هي ديالنا نوسعوها، والحمد لله المكانه ديالنا ديما كاينه وما نقدرش نفرطوا فيها. يعني فكره ديما كتراودني، ولكن ان شاء الله نتمنى نلقى شي فكره اللي حيت ديو ما خصوش يكون غير ديو باش غير يدار، ولكن خاص تكون عنده رساله ويكون عنده هدف باش هاد ديو يلقى نجاح. والفنانين المغاربه كلهم كيعجبوني وكتعجبني يعني الطريقه باش كيسوقوا الاغنيه المغربيه عبر العالم، وحنا كنساهموا معاهم كيف العاده. كاينين بزاف بحال الدوزي، بحال سعد المجرد، بحال عصام كمال، بحال يعني ما نقدرش كل الشباب. اسماء منور كتعجبني بزاف، من فان ديالها، وحاتم عمور ديجا هضرنا على هذه المساله، ولكن الظروف ما كملتش. ان شاء الله يعني اي واحد كيبان ليه العربي امغران غادي ينفعوا في الديو ديالو، ولا شي فكره بغى يدمج الاغنيه الامازيغيه ولا اللغه الامازيغيه ولا الدارجه، اي شي حاجه مثلا، شي مخرج، شي بروديكتور مثلا في شي اغنيه وشي ستيل، انا راني اشاره ندرسوا الفكره اللي معنا. المساله ديما كتكون ديما كاينه من العصر ديال الغيوان والمشاهب جلاله، ديما كيقولوا هذه موجه غتخرج على الاغنيه المغربيه، ويعني هذا الشيء غيدوز ما صالحش. ولكن من بعد لقينا بلي المدرسه الغيوانيه راه مدرسه حيه تخرج منها العديد ديال الفنانين، ودائما الانتقاد هو اللي كيخلي الفنان يحس بلي راه الناس متابعينه وكيتصنتوا ليه. كنتلقاو الانتقادات، حيت لما كاينش انتقادات كتعرفي بلي راه حتى واحد ما كيتصنش ليك. ولكن اللي اثار الانتباه ديالي
مؤخرا في اغنيه ريناس في لي كومونتير ديال اليوتيوب كنلقى الناس كلهم بحال لا بغاو الاغنيه الامازيغيه تزيد لقدام، مثلا اغنيه فيديو كليب ريناس في طوندونس المغربي شي حاجه جديده على الساحه الامازيغيه. احمد بيتو كمخرج من غير من المخرجين، الساحه المغربيه ككل ذخيره بالمخرجين الكبار، ولكن علاش احمد بيتو دائما قريب ليا كصديق، دائما كيتصل بيا كنناقشوا كيقول لي راه خصنا نديروا شي حاجه اللي في المستوى الاغنيه الامازيغيه، دائما كينتقدني النقد البناء كيشجعني، الحمد لله لقيت معاه داك الشيء اللي بغيت. ما كيتعاملش معنا كمخرج اللي هو متسلط، ولا مثلا كانسان اللي صعيبه مع الخدمه، ولكن انسان كبير يعني فنان كبير في التعامل ديالو، خلى العمل يزيد واحد الجماليه خاصه، والطاقم التقني كله كيشكروا. نتمنوا ان شاء الله نخدموا في اعمال واعمال اخرى ان شاء الله. هي الزوجه ديالي عاونتني بزاف، وكتشارك معايا الافكار، واي حاجه صغيره وكبيره في الابداع ديالي كنستشر معاها في اللباس، في الطريقه ديال التصوير، مثلا حتى لدرجه اخترت معايا المانكان اللي غادي تصور معايا، والفيديو كليب يعني المونتاج الاول شافته، الماكياج، اي حاجه، يعني انسانه فنانه بزاف، عطاتني واحد الدعم كبير في المسار الفني ديالي. فاتح بزاف هو انني كنقارن راسي مع الفنانين اللي وصلوا، ديما ما كنشوفش لتحت، وما كنشوفش ما كننفس مع لونطوغاج ديالي، دائما كنشوف الفنانين اللي وصلوا وكنناقش معهم. تنمرت بهره وقدودي عزان، فيديو كليب ريناسي فولكي، سدعم منو ناس ياسي لكم ان شاء الله، سدعم منو ندغرا نصدر نسكر ميوفن. شكرا بزاف سلطان على الاستضافة، العربي مغرن كيسلم عليكم، تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.